في مشهد سياسي يقول إنه عديم الرؤية بسبب الارتباك السياسي وهشاشة اجتماعية متفاقمة بسبب الانكماش الاقتصادي بفعل سياسات التقشف منذ سنوات. حزب العمال الجزائري يطرح مبادرة سياسية جديدة مرتكزها الأساس الدعوة لانتخاب مجلس تأسيسي يخرج حسبه البلاد من أزمة سياسية. في المقابل أحزاب الموالاة سارعت إلى رفض المبادرة وهو موقفها الثابت من مثل هذه المبادرات، مثل ما كان مع مقترح ندوة مازافرون الخاص بندوة الانتقال الديمقراطي باعتبارها مبادرة تطعن في المؤسسات المنتخبة الشرعية حسب تعبيرها. في الطرف الآخر يزداد الاحتقان الاجتماعي الذي تترجمه الإضرابات التي يشنها الأطباء والأساتذة و الكثير من الشرائح الاجتماعية، حراك تبينت حياله مقاربة السلطة والمعارضة، كل هذا قبيل موعد الانتخابات الرئاسية العام المقبل سنة 2019. فهل ستكون الجبهة الاجتماعية حصان طروادة للطرفين للتعامل مع هذا الموعد؟ مشاهدينا أهلا وسهلا بكم، طابت أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم كل شيء سياسة. نناقش الليلة ارتدادات مبادرة حزب العمال في الطبقة السياسية وأيضا مآلات وحيثيات الحراك الاجتماعي. لمناقشة الموضوع أسعد باستضافة السيد جلول جودي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال، أهلا بك سيدي، شكرا لقبول دعوة البرنامج. شكرا على الدعوة وتحية طيبة لكل مشاهدات ومشاهدين قناة نوميديا. أهلا بك، وأيضا أسعد سعادة كبيرة جدا باستضافة السيد سعيد الأخضاري رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، أهلا وسهلا بك سيدي، شكرا على الدعوة لتلبية الدعوة. الزلف الأول مرة، وسعيد بلقاء في البلاطو مع أخي وصديقي سيجودي. وأنا سعيد باستضافتكما، لكن أستسمحكما قبل البداية لنتابع معكم مشاهدينا هذا التقرير الافتتاحي ثم لنا عودة. كمن يصرخ في واد لا يسمع إلا صوته، دعا حزب العمال الأسرة السياسية إلى الالتفاف حول مبادرتها ومساندته لإنجاح مشروع إنشاء المجلس التأسيسي للخروج مما أسماه الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد. رفوف مكاتب السلطة مزدحمة بملفات المبادرات السياسية، بداية من مبادرة تنسيقية الانتقال الديمقراطي إلى إجماع الأففاس إلى جدار الأفلان إلى مبادرة الخط الثالث، وكلها مرفوضة شكلا ومضمونا. فما هي الإضافة التي حملتها مبادرة حزب العمال، وعلى ماذا يراهن لتسويق مجلسه التأسيسي في السوق السياسية؟ إذا قمنا بجرد في عدد المبادرات السياسية التي طرحتها المعارضة، كانت مبادرة تنسيقية الانتقال الديمقراطي أهم مبادرة وأكثرها جدية وأوسعها انتشارا، ومع ذلك لم تحقق المبتغى، بل تلاشت مكوناتها بعد أن اصطدمت سفينتها باستقالة المواطن، وارتطمت بعناد وغرور السلطة في السيطرة على المشهد السياسي. الأسرة السياسية اليوم تضبط عقاربها على محطة الرئاسيات المقبلة، والمشهد السياسي يعيش حالة من الستاتيكو والترقب، ينتظر موقف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الخامسة، وأي مبادرة في هذا الظرف تحتاج إلى شحنة من الإغراء السياسي لاستقطاب متعاطفين ومساندين. حزب العمال لا يملك هذا الرصيد من التناغم في علاقته بالفواعل المؤطرة للمشهد السياسي، فهو لم يتخندق في صف المعارضة، ولم ينخرط في أي مبادرة من مبادرتها، ولم يتخندق في صف السلطة، فهو في نظر المعارضة أقرب إلى السلطة، وفي نظر السلطة أقرب إلى المعارضة. يبدو من غير المنطقي أن يرفع مع نهاية عهدة الرئيس سقف المعارضة ويقترح إنشاء مجلس تأسيسي يلغي كل مكتسبات المرحلة السابقة. يدرك جيدا حزب العمال كما الأحزاب الأخرى حساسية السلطة المفرطة لمقترح المجلس التأسيسي، ويعي جيدا أن هذا المقترح مرفوض أصلا، فما الذي دفعه لطرحه في هذا الوقت بالذات؟ أكيد أن الحزب لا يراهن على قاعدته الشعبية ولا على قوته في المجالس المنتخبة، فالحزب ممثل بأحد عشر نائب في البرلمان فقط وحوالي 400 منتخب محلي، كيف يغامر ويرمي بثقله في الساحة بمبادرة بحجم مجلس تأسيسي؟ الأمر يطرح عدة تساؤلات، هل الوقت مناسب في ظل الأوضاع الراهنة؟ وماذا تغير من موازين القوى؟ هل تلقى ضمانات من طرف جهات ما في السلطة؟
أهلا بكم مشاهدينا. كما تابعنا في التقرير سنحاول رصد كل هذه الجوانب المتعلقة بمبادرة حزب العمل وأيضا بالمعطيات المتوفرة في المشهد السياسي. في البداية معك سيد جلول، المبادرة قدمت قراءة للراهن السياسي وقلتم أن هناك أزمة سياسية هيكلية، ما هي الأدلة ولماذا المطالبة بمجلس تأسيسي والمعروف أنه السلطة رفضته منذ الاستقلال؟ أولا أعيد الكرة وأحييكم على هذه الدعوة وأحيي كل مشاهدات ومشاهدين، لأن إثارة موضوع الرسالة أو المبادرة السياسية لحزب العمال هذا موضوع نقاش سياسي في الوقت الراهن لأنه وقته. أنا فقط عندي بعض التعليقات حول بالتأكيد نعم. يقول بلي شبه المبادرة كأنها صرخة في واد، وكذلك هي يعني أو دعا إليها الطبقة السياسية. أولا هي مبادرة سياسية تنطلق أساسا مشي السؤال نتاعك من واقع سياسي اقتصادي واجتماعي تعيشه البلاد. اليوم رانا نشوف يعني الحالة الاجتماعية الحالة الاقتصادية تاع البلاد تستدعي أن كل حزب سياسي مسؤول في الجزائر أنه يحاول يقدم الأجوبة، يحاول أنه يدير مخرج للبلاد في ظل الوضع الراهن. لكن إحنا دعوة أو المبادرة تاع الحزب العمال مش مبادرة موجهة للأحزاب السياسية. نعم. هي مبادرة بالنسبة للأزمة، لأنه هنا منطلق الاختلاف مع أحزاب أخرى كما نلاحظ ربما فيما بعد مع أحزاب الموالاة. تشخيص الأزمة، ما هي الدلائل بتقديركم التي تجعلكم تقولون أنه الراهن الحالي هو وضع مأزوم سياسيا واقتصاديا؟ الوضع نعم لابد أنني نوصل لأن المبادرة مش موجهة للأحزاب السياسية، هي مبادرة وطنية للشعب الجزائري للمواطنات والمواطنين بالتوقيعات نتاعهم وموجهة للسيد رئيس الجمهورية مش موجهة للأحزاب. هذا مهم جدا باش نذكر هذا الشيء. لكن الوضع الشيء اللي خلانا أننا نديره نظن يعني ما فيش جزائري أو جزائرية ما عندوش وما على بالوش ما هوش الوضع الاقتصادي نتاع البلاد بسياسة التقشف بسياسة تنصل الدولة من كل مهام تاعها الاقتصادية. واليوم رانا في التنصل الدولة من مهام الاجتماعية. الوضع بسياسة تقشف رانا نشوفه اليوم. يعني واقع منذ سنة 2015 لما بدأت يعني قوانين المالية وبدأوا التراجع على مكتسبات بعض المكتسبات اللي حققها الشعب الجزائري من خلال خاصة يعني الاقتراحات تاع السيد رئيس الجمهورية في قوانين المالية لسنة 2009 و 2010 بحماية الاقتصاد بالأفضلية الوطنية بحق الشفاعة ب 51 سياسيا سجلول حتى نتدرج في النقاش لأنه لنا محور كامل خاص بالجانب الاجتماعي والاقتصادي. سياسيا نحن أمام أزمة اليوم. نعم نعم نحن أمام أزمة سياسية. لماذا احنا نقول نحن أمام أزمة؟ لأننا الواقع ويعرف اليوم أزمة وش معناتها يعني أو سياسة أو الدولة كان هناك هياكل كان هناك مؤسسات. احنا نعرف اليوم أن انتخابات مثلا سواء تاع 2012 اللي وعد رئيس الجمهورية أنها يعني تكون هناك مؤسسات لا غبار عليها، لكن شفنا ولاحظنا كيفاش كان انتخابات 2012 انتخابات 2017 انتخابات تشريعية كان سطو على الإرادة الشعبية. انتخابات المحلية 23 نوفمبر كانت هناك اغتصاب جماعي للإرادة الشعبية. إذن هذه المؤسسات اللي نتكلم عليها، هذه المؤسسات اللي هي من المفروض أنها يعني تشرع لصالح المصلحة تاع الاقتصاد الوطني. نعم نعم هناك الطريقة هذه نظن نعم. بالطريقة هذه أنك تطرح سؤال وما تحاولش تعرف ما هو يعني المضمون تاع المبادرة السياسية صعيب عليا باش نقدر لا سنفصل في المبادرة سنفصل في المبادرة لكن نحن نشوف اليوم كاين هناك أزمة سياسية. نعم أنا نقول اليوم المجلس الشعبي الوطني اللي صوت على سياسة التقشف اللي تعطي تدير ظهرها للمطالب ومطامح الشعب الجزائري، المجلس الشعبي الوطني بالأمس برك بالأمس صوتنا على قانون تسوية الميزانية وين نشوفوا أمام عيون الجزائريين الكل باللي كاين ما يقارب 12 ألف مليار دينار ضرائب غير محصلة في سنة 2015 وحدها 11100 مليار دينار ضرائب غير محصلة. ما عندها واش هذه المؤسسة إلا وراها الدور نتاعها الرقابي وراها الدور نتاعها التشريعي وراها الدور نتاعها لأنهم ممثلين عن الشعب أنهم يستجيبوا لمتطلبات الشعب. إذا كيفاش تقول اليوم عندنا مؤسسات اللي نقدر نمشي بها أمرك هي نعم هناك أزمة سياسية. سيد الأخضري وددت أن أسمع رأيك في هذا التشخيص، هل تقاسمون هذا التشخيص الذي تتقاسمه أطياف من المعارضة تقول أنه اليوم
نحن أمام أزمة والعديد من المؤسسات فيها مؤشرات ضعف، فيها مؤشرات ارتباك إلى ما ذلك، والدلائل التي ساقها سي جلول الآن. شو السؤال تاعك، عام ولا خاص بالمبادرة تاع الإخوة في حزب العمال؟ نحن نتحدث عن المبادرة. شوف أولا ونروحوا لها واحدة واحدة باش نتكلموا على أزمة سياسية. نعم، هناك معايير دولية معروفة على المستوى العالمي، نشوفوا في بلد معين كاين أزمة سياسية ولا ما كاش. المعيار الأول وشنو هو؟ أن الانتخابات يعني تندار في المواعيد تاعها. حنا نشوفوا بلي في الجزائر منذ سنة 1997 والانتخابات تكون في الوقت تاعها، والإخوة في لكن في هذه النقطة لو تسمح لي فقط، هناك الكثير من الآراء التي تقول الحفاظ على الأجندة والتواريخ لا يعني بالضرورة نزاهة هذه المواعيد الانتخابية وأنها تفرز قوى سياسية بطريقة شفافة. معليش، حنا واش قلنا؟ حنا قلنا المعيار الدولي هذا هو. نعم، ومن بعد حبيت نتكلموا في أمور أخرى ما كاش مشكل. المعيار ديالهم منذ سنة 1997 وخوتنا في حزب العمال يشاركوا في الانتخابات هذو اللي تندار في وقتها. في الدول الانتخابات ما تكونش في وقتها ومرة تكون انتخابات وتلغى و ثم ممكن نتكلموا على أزمة سياسية. كي نتكلموا على أزمة سياسية الحلول كثيرة ومتعددة، ومن بيناتهم الكلام اللي كان يتكلم عليه الأخ جودي، احنا ما راناش في أزمة سياسية، رانا بعيدين كل البعد. نلحقوا المبادرات على الإخوة في حزب العمال، يا لو كان نتكلموا من الجانب يعني الأدبي، لا كونستيتيونت هي راهي ملكية أدبية لحزب معين، حزب جبهة القوى الاشتراكية. عندما حزب جبهة القوى الاشتراكية يتكلم على لا كونستيتيونت رانا متفقين، هذا مطلب تاعو منذ 1963. اذا ومازالهم يطالبوا بالامر هذا، فهذا امر عادي وعادي جدا. ولكن انت تجي حزب اللي من 97 اللي من 97 خليني كيفاش يا سي جودي خليني نكمل الفكره. انت حزب اللي من 1997 هو شارك في الانتخابات في وقتها وبانتظام، ويجي اليوم يتكلم على اون كونستيتيون. انا نقول لك حاجه، حتى لا ندخل قضيه الفكره في حد ذاتها سواء كانت لحزب او اخر، يعني لا لا مش كيف نقاش لا مصدر اخر، لكن فحوى المبادره سواء قدمها حزب العمال او قدمها حزب مصدر المبادره مهم جدا. لكن رفضتم ايضا عندما تكلم بها الاف اف اس في الاجماع الوطني، رفضتم يعني بغض النظر على المقتنع عندهم ترفض. انا قلت لك واش قلت لك؟ قلت لك اذا كان الاخوه في لفافات، انا اود منك موقف ونقاش حول الفحوه جوهر المبادره ليس من اقترحها. اسمعني، قلت لك هذه الفكره لا اساس لها. انا قلت لك باللي كي نتكلموا على مبادره من هذا النوع كي نكونوا في ازمه سياسيه، وانا قلت لك في الجزائر ما كاش ازمه سياسيه، واعطيت لك الادله بمعيار دولي. نعم سي جلول، هذا الموقف ايضا تقاسمه وعبر عنه الخميس الماضي سي جمال ود عباس، قال المؤسسات قائمه، البلاد راهي تمشي، لا حاجه ولا معنى لطرح مثل مبادره تتعلق بالمجلس التاسيسي. اولا اللي يحب ما يشوفش باللي كاين هناك ازمه يقدر يقول ما كاش ازمه. شوف اليوم كيفاش الحريات الديمقراطية تقمع، شوف اليوم كيفاش سياسة تقشف مفروضة على الجميع، شوف اليوم سياسة تجميد المشاريع، شوف اليوم سياسة الـ 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 يعني تجميد التوظيف، شوف اليوم كيفاش يعني تقفلت الأفق حتى على الشباب نتاعنا وين، ولا شوف الحرقة وين وصلنا، شوف كل هذا الحراك الاجتماعي وكل هذه الإضرابات وكل هذا يعني الضيق الاجتماعي والتقهقر الاجتماعي، وقال ما عندنا والو يعني توفا بيان. زيد بالإضافة إلى مؤسسات حقيقة، شوف يعني سي الخضري نظن يعني ما كانش واحد عنده يعني قال اسمه يعني مرتبط بشيء. قضية المجلس التأسيسي موجود عبر تاريخ الحركات الوطنية والشعبية في العالم. نعم. هذا نظن هذا، لان ماشي مجلس تأسيسي قال بارتي يعني بين نو. باش نكون واضحين، حتى الجزائر في 62 بعد الاستقلال يخي داروا مجلس تأسيسي، عينوا مجلس تأسيسي. نعم. ولكن الدستور وين دار؟ دار في سينما لاطلس، وجابوه لهذاك المجلس قال صوت عليه. ما كانش هناك، ما كانش عمر الجزائر ما دارت مجلس تأسيسي منذ الاستقلال. نعم، ويعبر عنها السي علي هارون يقول خيبة الانطلاق. خيبة الانطلاق. نعم. ولا نظن هذا شيء باش نعرفه. زيد اضيف لي ذلك النظام الحزب الواحد، ماشي يعني مهاجمة حزب جبهة تحرير الوطن، نظام الحزب الواحد يعني السيستم دو بارتي يونيك ما خلاش الحقوق الديمقراطية، ما كانش الحقوق
يعني كاين يعني تسمى كاين هناك تعدي على الحقوق، لذلك ما عطاش يعني الفرصه والامكانيه انها يعبر كل الشعب الجزائري على رايه. احنا وناراتي لوكوتش وقتها وناراتي لوبورتونيتي يعني في 88 بعد الانتقال الديمقراطي في اكتوبر 88 كان من المفروض ان نديروا مجلس تاسيسي. ومعنت المجلس التاسيسي سي كوا باش نكونوا واضحين، باش نكونوا واضحين يعني باش انسان ما يخاف حتى من شيء، لاننا ناسس الديمقراطيه. باش ناسس الديمقراطيه؟ ناسس الديمقراطيه في اطار هذاك المجلس لكل فئات المجتمع تكون ممثله فيه، وينساق دستور يعني علاقه وبمتطلبات نتاع كل فئات المجتمع الجزائري. نعطيك مثالين عندي الامثله في العالم. في 74 في البرتغال لما كان هناك النظام الديكتاتوري في البرتغال، تحول كانت ثورة القرنفل في ذاك الوقت يعني باش يكون النظام الديمقراطي. كان هناك مجلس تأسيسي اللي فتحوا لي كاي دو ريفونديكاسيون يعني دفاتر المتطلبات، وكان الشعب هو اللي يروح للمجلس ويقدم المطالب نتاعو. هذا في تونس سيدي. كنت راح نسأل في هذا الإطار في تونس سيد الخضاري، عندنا في تونس تجربة كما قال في البرتغال، أيضا في بولندا هناك الكثير من مجالس التأسيس التي لا تعني بالضرورة الانقلاب على ما هو موجود وإلغاء كيان الدولة. نعم. إلى مدى ذلك لماذا يخشى مثلا حزب جبهة تحرير الوطن اليوم أن ينطلق انطلاقة جديدة لجمهورية جديدة أو لتجديد سيدي لتجديد سياسي في الجزائر حتى لا نقول بدون أزمة؟ لماذا لا نجدد ما هو موجود سياسيا؟ ما الذي يخشى جبهة التحرير الوطني؟ حزب جبهة التحرير الوطني يخشى منين؟ يخشى من أي واحد حزب ما تخافوش من موضوع معلينش نولي سي جوديك قال لك في الحزب الواحد ونظام الحزب الواحد، والكلام هذا عزيز عليه على كل حال، قالوا لك عدة مرات في المجلس. شوف في حزب كي نتكلموا على الحزب الواحد لابد من توضيح، لأن تكلم على أخويا جودي أنا نجاوب له. تكلم ممكن على قضية القامة هذه، ولكن ما تكلمش على ديمقراطية التعليم والديمقراطية الطب المجاني. لازم يتكلم على الأمور هذه، هذه ثاني كانت في وقت الحزب الواحد لازم يتكلم عليها. وعلاش نتكلموا غير على الجانب السلبي؟ إذا شو كيكون نظام ومرحلة فيها إيجابيات وفيها سلبيات. نعود ونرجعوا للنقطة تاعنا. تذكر تونس. نعم سنتحدث عن الحاسب الاجتماعية. تذكر تونس. تذكر تونس. كثير مما يقال. تذكر تونس. يقال. نعم. أنا سؤالي على تونس. شو تونس وتجارب ديمقراطية ناجحة في انتقال ديمقراطية. أنا نوضح بين بعض النقاط، ما خليش كلام كي هذا يفوت. نعم. سبحان الله. تفضل. تكلم الأخ جودي على التقشف فيما يخص وراه التقشف. وراه التقشف. كي ولينا ما نجيبوش لا مايونيز هذا هو التقشف. الاشياء اللي هما كانوا ينددوا بها لو كان تقشف، كيفاش التحويلات الاجتماعيه في قانون الماليه تاع 2018 كاين زياده فيها ولا ما كانش زياده فيها؟ لو كان سي حمزه لو كان مسنا في القانون الماليه، لو كان قلصنا المبلغ تاع التحويلات الاجتماعيه، نقول له سي جودي او حقك كاين تقشف، ولكن حبسنا لا مايونيز وحبسنا الكماليات، وهذه من الامور اللي كانوا يطلبوها الاخوه هذو. لكن نقولوا الان نقولوا الان سي الخضاري، لكن اليوم يعني انا اردت ان نفصل النقاش الى محورين سياسي واجتماعي، لكن انتم استبقتم الحديث حتى نكمل في الحديث. بالنسبه اليوم للوضعيه الاقتصاديه، انتم تقولون ديمقراطيه التعليم وديمقراطيه مجانيه العلاج الى مدى، وهذا خطاب يعني ماهوش جديد، خطاب المن على المواطن اليوم. اسمح لي هذه الحقيقه. نعم اسمح لي، لكن الحقيقه ايضا هناك طوابير على كيس حليب. هناك صعوبات في القدره الشرائيه. هناك صعوبات في القدره الشرائيه. احنا ما قلناش، لكن حاله الاحتقان اليوم يعني هل الفئات الاجتماعيه دي مهبوله تخرج للشارع من دون وجود؟ يعني هل يمكن تكون يا اخي الاضرابات نولوا ليها، ولازم تكون شجاعه الاخر شجاعه في الطرح. لازم يكون شو نقول لك حاجه سي نولو تونس، لانه لو نولو تونس باسكو تكلم عليها اخويا جودي. بالنسبه لا كونستيتيون اون تونيزي، لا تونيزي جات اون كونستيتيون، مي شوف واش صرا، ما جاتش هكذا برك. تونس قريب صرات لها كي المغرب كي لا تونيزي كي لا ليبي والعراق. لكن اليوم قطعت تونس اشواط على ولكن على درب الديمقراطية. احنا كي جات احداث 88 ممكن كنا قادرين نتكلموا على هذه على قضيه هذه لا كونستيتيون، ولكن يعني لي زوتوريتي الوقت هذاك عالجوا القضيه بحكمه،
جبنا دستور جديد عندنا في 97 واسمع عاود اسمع عندنا في 97 وكل احزاب سياسيه شاركت. سي الخضاري انا استدل براي قامه من القامات السياسه الوطنيه هو عبد الحميد مهري. عبد الحميد مهري المرحوم قال في رساله للرئيس عبد العزيز بوتفليقه في 16 فبراير 2011 وانقلها حرفيا ان نظام الحكم الذي اقيم بعد الاستقلال انطلق من تحليل خاطئ لما تقتضيه مرحلة بناء الدولة الوطنية، فقد اختار بعد قادة الثورة في غمرة الأزمة التي عرفتها البلاد سنة 62 استراتيجية سياسية انتقائية لمواجهة مرحلة البناء بدل الاستراتيجية الجامعة التي اعتمدها بيان أول نوفمبر. يعني السيد مهري يقر بوجود أزمة نظام على أساس خاطئ ويجب أن نعيد البناء مجددا. شوف السيد مهري أنا أولا وثانيا نطرح على الأخ مهري اللي كان أمين، أنا كنت مناظر هو كان أمين عام تاع جبهة الوطن، نكل له كل احترام وما نقدرش نناقش الكلام اللي قال عليه. شوف الآن رانا في وضعية إليس كيلي نناقشوا فيها ونحاولوا نعالجوها بقدر الإمكان. اسمع بالنسبة للدستور تاع 2016 ماشي 4 سنوات ورئيس الجمهورية تناقش مع الأحزاب السياسية، 4 سنوات تناقش وتحاور ودى الاقتراحات تاع كل الأحزاب السياسية، 4 سنوات من نقاش لحقنا الدستور اللي احنا اعتبرناه انطلاق في الجمهورية الثانية، وهناك الكثير من الاختصاصيين. لكن تسمع على المستوى الدولي التسميات يعني تختلف يعني حتى نسمع رأي السي جودي قلت منذ قليل قطعتني معلش تعطيك السي جودي قبل معلش عطيني الخضاري والله يعني انا نحترمك بزاف وتعرف مليح وهذا نقاش مسؤول انت كإنسان مسؤول وانا انسان مسؤول ونحاولوا نوصلوا الفكره للمواطن. شوف زميلي اللي يحترمه كثير السي الخضاري تكلم حول يعني قال سياسه التقشف والراي في المايونيز، يعني احنا انت تعرف من مواقف ومن مبادئ حزب العمال هو كيفاش ندعم الاقتصاد الوطني وندير الافضليه الوطنيه كل ما هو وطني وانت عايش معنا تقريبا يوميا البارحه شفت كيفاش ندافع. لكن لما تتكلم على باش نتكلم على يعني نوعا ما هو راح للجانب الاجتماعي وقال لي ترونسفير سوسيو باش يعرف الجزائريين الكل ان التحويلات الاجتماعيه اللي تروح للدعم يعني المواد هذيك تمثل 0.88% من داخل من الناتج الداخلي الخام، والتحويلات الاجتماعية كلها تمثل 7% من الناتج الداخلي الخام، يعني بمعنى النسبة قليل. لكن لنروح للموضوع التحويلات الاجتماعية. التحويلات الاجتماعية هي فيها الصحة، فيها التربية، فيها التعليم العالي، فيها يعني دعم المواد الى اخره، بمعنى يعني كلها يعني التحويلات الاجتماعيه يعني تمس كل القطاعات الحساسه اللي يحتاجها المواطن. اذا التحويلات الاجتماعيه باش يعرف زميلي وانا نعيشوا كل سنه مع بعض قوانين الماليه راهي فيها تقليص سنه يعني بدات التقليص من سنه 2015 و2016 يعني كيفاش كان هناك تقليص تاع التحويلات الاجتماعيه. لكن التحويلات الاجتماعيه هذه وفي المقابل واش كاين؟ في المقابل كاين زياده في الرسوم، زياده في الضرائب، وراه الناس تشوف الالكتريسيتي في الغاز في الماء، زياده في البنزين كل سنه، زياده في هذو، هذه رسوم تزيد على عاتق المواطن. بالمقابل المواطن واش كان عنده؟ ما كان عنده لا زياده في الرواتب، لا زياده في الاجور، لا زياده في التعويضات، بمعنى ان القدره الشرائيه من راح تنهار. كي نقولوا على قوانين الماليه وسياسه التقشف، سياسه التقشف انت تعرف يا زميلي باللي في هذه السنه سنه 2018 كيفاش تقلصت كل الميزانيه نتاع القطاعات بما فيه ميزانية التربية ب 40 مليار دينار، يعني ان الميزانيات نتاع تقلصت. لذلك احنا اليوم لما نتكلم على سياسه التقشف زيد يخي المشاريع تجميد المشاريع زيد هل هناك توظيف؟ ما كانش توظيف. هذا وش يخلق؟ هذا هو اللي يخلق الاحتقان الاجتماعي، هذا هو اللي يخلق يعني نقدر نقول يعني نقدر نقول الافق يعني كيفاش تنقطع المواطن. ولذلك الحراك الاجتماعي والشيء اللي راه يصرى من جهه ان المؤسسات والمواطن من حقه انه يعاتب المجلس الشعبي الوطني لانه انتخب نواب، من المفروض ان النواب تلبي المطالب نتاعهم، ان النواب تخفف عليهم العبء، ان النواب هذو هم المؤسسات نتاع الدوله. هذا باش نتكلم على الجانب الاجتماعي فقط، هذا في نقطه وحبيت نحبس. لكن لما نتكلم على الانجازات يا سي الخضري عمر حزب العمال انكر الانجازات، ولكن اليوم اسمح لي باش نقول لك ان هذيك الانجازات سواء في التربيه وسواء في التعليم اليوم راهي مهدده.
راهي مهددة اليوم. يشوف اليوم يعني كي نشوف بعض اللي راكم تشوفوا في التواصل الاجتماعي يقدموا صورة تاع قسم الأقسام كيفاش كانوا يقراوا لابسين لي طابلي كل كيف كيف، واليوم تشوف كيفاش قاعدين ساكنين في الأرض وقاعدين في بعض المناطق في بعض المناطق. إلى فاصل نعم مشاهدينا، فاصل قصير ثم لنعود، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في الجزء الثاني من برنامج كل شيء سياسة. نذكر أننا نناقش اليوم مبادرة حزب العمال التي طرحها في ساحة سياسية منذ أيام، ومآلات أيضا الحركة الاجتماعي اليوم، لأنه رقم صعب جدا على مقربة من رئاسية 2019. كنا قبل الفاصل نتحدث مع سيد جودي على مؤشرات الجبهة الاجتماعية. هل لك تعقيب حتى نواصل في برك عندي شوف انا عندي نقطه برك نعقب عليهم على خويا سي جودي، هو فيما يخص قانون الماليه يقول لك باللي التحويلات الاجتماعيه نقصت زادت ب 8%، الناس العام والخاص يعرفها، لكن التحويلات هي 0.8%. انا قلت يعني زادت ب 8%. لماذا نملا الدنيا بهذا الحديث، حديث المواطن مش كارح. شوف المهم زادت ب 8% بالنسبه للسنه الماضيه. النقطه الثانيه لي زامبو ما كاش دي نوفو زامبو، ما كاش دي ابار في الاخر في الكاربيرون، اوكي ما كان حتى ضرائب جديده ما عدا رفع السعر تاع لي كاربير والقانون المالي راهو يعني القدر يعني بشكل صريح. صريح قانون الماليه وكل ما جاء به سنه 2016 2017 2018 لا يثقل كاهل المواطن. اسمع شنو حاجه، اسمع بكل صراحه، لا نهون ولا ندخل بكل صراحه، هل يثقل كاهل المواطن؟ شوف بكل صراحه، هل هي على احسن ما يرام؟ اسمع شوف بكل صراحه، وانا ما نقدر نقول غير الصراحه. نعم نهار اللي ما تكلم الصراحه ندخل لداري. القوانين شوف قوانين الماليه تاع 2015 2016 2017 2018 كيفاش نقول كي نقول كي قانون الماليه تاع 2010 ولا 2011 ما نكذبوش على رواحتنا، رانا في وضعيه صعبه والعام والخاص راهو اقر بهذا 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 الوضعيه، ولكن كان لابد من اتخاذ بعض الاجراءات المهمه لمسوش الجانب الاجتماعي لخروج من الازمه، وحنا لحد الان رانا في يعني التصاعد لاباس به. الرساله وصلت سي جليل جودي، قلت منذ قليل انه مبادره حزب العمال الداعيه اذكر الى انتخاب مجلس تاسيسي تتوجه بالاساس الى الشعب من طريق عريضه للامضاء والى رئيس الجمهوريه. قد يسالك سائل ويقول لماذا لم تتوجه للمعارضه وهي رقم ايضا في المعادله السياسيه، ولماذا لم تدعو كل الاطراف الى انها تساهم معكم في هذا، لماذا فقط وجهت للرئيس؟ اولا السيد احنا حزب العمال الاقتراحات نتاعنا نظن راهي للعلن واضحه ونقدموها على مستوى المجلس الشعبي الوطني، لكن رانا شفنا يعني كيفاش كان التجاوب مع اقتراحات حزب العمال داخل المجلس الشعبي الوطني لانها كلها مرفوضه. ثانيا احنا بالنسبه لنا شفنا حتى رئيس الجمهوريه مؤخرا خذ قرارات شجاعه مثلا فيما يخص الامازيغيه، ناخذ قرار بتعميم تدريسها، اخذ قرار يناير كيوم وطني، وحنا اول واحد يعني في سنه 2004 اللي درنا هذاك التعديل مي معليش كي ندير درك فوميو تارك جامي. شفنا كيفاش يعني يعني باش تكون هناك اكاديميه بالنسبه للتطوير اللغه الامازيغيه، وهذا قرار مهم، قرار بوقف هذاك المخطط تاع بياج بريداسيون نعم يعني تاع خوص مؤسسة العموم كيفاش وقفوا. إذن كان هناك قرارات، وسنة 2018 هي السنة الفصلية للانتخابات الرئاسية، عليه أنه يأخذ قرارات اللي تبقى في التاريخ، لأننا اليوم إحنا الهدف نتاعنا نحن شوفوا قلت بنا إحنا لا نريد أن ينزلق بلادنا في الفوضى، وكذلك نحن نرفض باش يكون هي أي تدخل أجنبي يعني بأي شكل من الأشكال أي ضغط أجنبي، لأننا شفنا الدول وكان عندنا تجربة ليبيا
سوريا يعني كيفاش صرا هذاك يعني هذاك التدخل الاجنبي. ولذلك احنا الانطلاقه ونطالب برئيس الجمهوريه لاستدعاء مجلس تاسيسي اللي يكون فيه كل فئات المجتمع وما حتى الاهداف نتاعو مذكوره لك تعطيني يعني تسمى هي نبيله وهي تهدف اساسا الى يعني تسمى اخراج البلاد من هذه الازمه. لان الجزائر ما كانتش عندها تجربه لمجلس تاسيسي ناسس حقيقه الديمقراطيه ناسس دستور اللي يعني يستجيب لتطلعات كل فئات المجتمع. والشعب الجزائري هو اللي خير المؤسسات نتاعو. لان اليوم سياسه تقشف ما جابش الفائده لا 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 يعني الفئات الواسعه من المجتمع. سياسه يعني تسمى زيد نقولوا احنا غير زادت يعني في الانهيار تاع القدره الشرائيه. نعم. زادت فتحت يعني الهجره السريه او الحرقه كما يسمى. زاد الشباب نتاعنا اليوم كيفاش راه يعني ينتفض. ولذلك لابد من نظام ديمقراطي اساسي اللي يعطي حقيقه الكلمه للشعب. نعم. هذه المؤشرات كلها ألا تقلق جبهة التحرير الوطني التي ذكرها وأنتم الحزب؟ لماذا ترفضون مقترحات تهدف كما قال سجل الجودي إلى أنها تعزز تجربة الجزائر الديمقراطية وأنها تحمي وتكون حصانة يعني لما حدث في بلدان مثل سوريا مثلا وليبيا؟ هذه أنا قلت لك يا سي حمزة باش نروحوا للمجلس التأسيسي لازم تكون مؤشرات في البلاد. والمؤشرات هذه ما راش موجوده سي حمسوس. نعم. حنا بنيت تكون ازمه سياسيه اعطينا الدليل باش ما نعاودش نولي في كلامنا. نعم. اعطينا الدليل القاطع واللي نقاشي فيه اعتمدنا على معايير دوليه باللي ما كاش ازمه سياسيه في البلد. الان فيما يخص الجانب الاقتصادي وتكلم الاخ جود سي جودي كاين امور قلتها انت موجوده ولا رئيس الجمهوريه راه معترف بها. رانا عايشين في وضعيه صعبه وقلنا السبب وعلاش، ولكن قلنا في نفس الوقت هناك عدة إجراءات اتخذت باش نحسنوا الوضعية هذه. إيه البنك الدولي والفامي ولو كان ما يحبوش خويا جودي راهم أقروا بأن منذ سنة لحد الآن الجيري تونطران دو ريزيستي رأيت يعني بكل قوة رأيت واجه وهنا بدأ التحسن لو تسمح لي خليني باش نكملك فكرة. نعم. وقلت لك راني متفقين ما كاش واحد اللي راه نكر باللي رانا في وضعيه صعبه. نعم. سيدي سمح الله اين المؤسسات؟ احنا نقولوا باللي الامور كلها على ما يرام. لا حاشا لله كاين وضعيه ولكن قلنا وعلاش. لكن كنا الملموس اسمع اعتمدنا على الاخر المدرب تاع البترول لانه امينكم العام امينكم العام قال المؤسسات كاينه والمؤسسات البلاد راهي تمشي وكل شيء على ما يرام. اين هي المؤسسات الرسميه باستثناء القضاء الذي يجرم والذي يحكم ببطلان كل حراك نقابي؟ أين هي المؤسسات للاستجابة لهذه المطالب المرفوعة؟ والأطباء جاكم حتى الباب البرلماني حتى العتبة البرلماني نحقول اسمع بنوض اسمع الأخ الأمين العام دكتور جمال ولد عباس تكلم وقال بأن المؤسسات موجودة وقائمة راهي تعمل والكلام تاعو معقول وأنا كلام ونأكدو ونسندو والكلام هذا ما كاش فيه نقاش. نولو النقطة راك تكلمت لي درك عليها أنا نطرح سؤال على خويا جوتي اسكو نتوما راكو قادرين تقولوا لهم للاخوه الاطباء اللي ريزيدون هذا وللاخوه المعلمين اللي نحترمهم ولو كان ربما ماشي هما اللي قرونا اليوم رانا شنو تقولوا لهم باللي المطالب مشروعه وهناك اطار وين نحلوها ولكن راكم ضد حكم الزرع القضاء باسم الشعب الجزائري ولوا الخدمه وروحوا تناقشوا اسكو عندكم الكوراج تقولوا لهم الكلام هذا؟ اولا ماهوش زميلي الخضاني اللي طرح لي السؤال الصحفي راه موجود في الحصه هو اللي طرح الاسئله لكن تلمون حبك طرح معليش اخويا اخويا نقبل. شوف حزب العمال كانت عنده تجارب وانا ساهمت يعني العبد الضعيف كنائب وين تحل المشكل ما بين لمباف اللي دام اكثر من 3 أشهر الاضراب نتاع المقتصدين مع وزير التربيه وقدرنا وصلنا لحل وتحل المشكل وحزب العمال دائما مسؤول. اما في قضيه الاضرابات اليوم اولا انا نتفق مع سي الصحفي اللي قال ان اليوم رانا نشوفوا باللي ان العداله توظف في حقوق الديمقراطيه من بين هذه الحقوق وهو الاضراب. ان منين كاين اضراب نروحوا للعداله باش نجيبوا قرار باللي الاضراب غير شرعي رغم ان هذا المشكل مطروح عنده سنوات. وانا طرحت سؤال شفوي على السيد وزير التعليم العالي سيد حرابوبيه ربي يذكره على خير سنه 2005 لما الكلاس
كانت في إضراب واستعملوا العدالة في ذلك. إذن اليوم مرفوض باش أننا نستعمل العدالة في استعمال حق. أما قضية يعني التعامل، قضية الأطباء كانوا خرجوا جاءوا أمام برلمان، من المفروض البرلمان هو برلمان الشعب. نعم. هو برلمان هذا الفئة من الفئات على المجتمع اللي هم الأطباء المقيمين، وكان علينا احنا كنواب مجموعة البرلمانية خرجنا لهم وحاولنا كيفاش نحميهم من يعني، لأننا شفنا كان هناك تجاوزات من طرف رجال الشرطة في واحد الوقت، ولكن في هذيك الضربة كان هناك يعني لما نعم. جاءوا الخطرة هذيك سجلوا خرجتم واستقبلتم. أنا أريد أن أسأل سؤال دقيقة، نعم. دقيقة فقط نواصل لأنه طرح نعم. علي سؤال نعم. إذن إحنا توسطنا لهم وشفنا حتى مع سيد رئيس الشعب الوطني نعم. لنحييه بالمناسبة أنه نعم. استقبل وفد وحاول أنه كيفاش يوصل المطالب تاعهم. إذن هذه المؤسسات مثلا كالمجلس الشعبي الوطني، يجيوه فئات كما الأطباء أو يجيوه الأساتذة أو يجيوه المعطوبين تاع الجيش أو يجيبوا أي النساء أو أي والحراقة، من حقهم يجيوا نعم أنهم يتكلموا مع النواب تاع الشعب. ولذلك لاحظنا يعني منذ أيام أنه كان حديث على وجود وساطة للسيد سعيد بوحجة بين الأطباء نعم حتى نتدرج أنه لو نواصل لا هربتني شوية على السؤال، لكن أنا حبيت نلحق الحاجة. نعم لابد من فتح يعني مفاوضات حقيقية نعم. مع الأساتذة، لأننا احنا كذلك يعني نحيي العمل اللي قاموا به الأساتذة، ولكن نفس الشيء رانا نشوفوا أولياء التلاميذ كيفاش راهم محروقين على أولادهم، ولابد نلقاو مخرج لهذا الإضراب. وهذا الإضراب موش حزب العمال اللي راه دار الإضراب، لا هذو نقابيين وهذو يعني من حقهم أنهم يديروا الإضراب، ولكن من حق كذلك على السلطات المعنية تفتح الباب الحوار الجدي معهم نعم. فيما خص هذا الأساتذة في إطار الحوار نعم سنتدرج سجلوله تسمح لي في هذا الإطار. لماذا سي الخضاري كان حديث عن وساطة من أجل هذا الحل، وأين هي المؤسسات كما قلت منذ قليل؟ لماذا فقط مؤسسة القضاء هي التي تتعامل فقط مع المطالب؟ أين أنتم كأغلبية؟ لماذا تطالبون المعارضة؟ أنتم الأغلبية في البرلمان. هي أولا سجودي ما جاوبليش على السؤال تاعي. عشان نجاوبك السؤال. ولو أنا نيس وكي طرحت له السؤال قلت له هل ممكن طرح لك السؤال ما جاوبليش معنين. ونزيد الأكد، هل الإخوة في المعارضة كل معارضة اللي راهم يقولوا هذا الأطباء وعندهم الحق و هل عندهم الكوراج يقولوا لهم باللي وي المطالب مشروعة، ولكن العدلة صدرت حكم باسم الشعب الجزائري لابد من احترام القرار تاع العدلة، وقفوا الإضراب وأيام معدودة عودوا رجعوا الإضراب تاعكم. السي حمزة باش هذه فرصة باش نوضحوا نقطة ديفينيتيفمون فيما يخص جبهة التحرير الوطني، سواء على مستوى يعني الحزب باسم الأخ الدكتور جمال ولد عباس ولا على مستوى الكتلة البرلمانية، صدرنا بيان قلنا خوتنا هذو الأطباء وخوتنا هذو الأساتذة والمطالب اللي داروها مطالب مشروعه كان حتى نقاش فيها. كاين حاجة ممكن بعض المطالب نحقوها الأسبوع هذا، ممكن مطلب على 5 شهور، ممكن مطلب يطلب سنة أو سنتين على حسب المطالب. شوف المطالب تمحور، لكن لماذا تم التراجع عن الوساطة؟ ذوك الحقول الوساطة، ذوك الحقول ما كانش ضغور، ذوك الحقول الوساطة. نعم. شوف مثلا المطالب البيداغوجية كاين 8، لكن سي الخضاري هذه المطالب معروفة يعني معروفة في الريزو سوسيو يتبعني بر. شوف نعم. المطالب بسبب أن الوقت داهم، شوف المطالب البيداغوجية عندهم 8، المطالب البروفيسيونال عندهم 9، المطالب المادية والاجتماعية عندهم 11، دونك في المجموع كاين 28 مطالب حقهم يطالبوا لا نقاش فيها. احنا نأكدوا على نقطة سي حمزة، العدالة صدرت قرار لازم كامل الشعب يحترم هذا هو. ونزيد نعاود نأكد، هل الإخوة اسمها إخوة في حزب العمال راحوا للسيرج تاع الكنابيست دار لهم زيارة مجاملة واش فيه ما فيها والو، سي دي غريفي سي دي زارجيريا ان بارتي بوليتيك راحوا زاروهم دوك ساندوهم قالوا ما يقول اسمع سجلول إيه لا نو إيه راني ما نحبش نقاطعوا لي انا لا تفضل حتى انا لهم الحق سجود لا اسمع لي خليني دغيا غبر اسمح لي تعقيب حتى انا ناخذ ضربه اسمعوا حقكم وحاجه مليحه شفنا اسمح لي، ولكن كي رحتوا دوك كيفاش رحتوا قلت لهم رانا معاكم وساندوكم روحوا تقولوا لهم
قول مي ودي صح، ولكن العداله راه تتقارب باش نكملوا نقول نخدموا ومع نولي لك الوسط. سير خذالك صح، سير خذالك. شوف انت كي تقول لي طرحت عليك سؤال وما جاوبتنيش نروح نقول لهذو حبسوا الاضراب. انا ما نقولش النقابيين حبسوا الاضراب، ماشي تحبسوا، قولوا الاضراب هذا غير شرعي، هنا قرار تاع العداله. لا 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 انا ضد باش العداله تستخدم ضد الاضراب، لان الاضراب حق دستوري، واذا كان هو حق دستوري لازم هذا حق. احنا نتكلموا اليوم على المؤسسات، هاو المشاكل وين؟ صافي العداله كي صافي العداله كي تعجبنا عداله، لازم تكون عداله كيما تعجبناش. اسمع لي نقول لك حاجه، انا دخلنا في امور اخرى. الاضراب تاع لي بي ان سي تاع لي الجيري عندهم داروا يعني يعني التزموا بكل يعني يعني الاجراءات القانونيه باش يديروا اضراب، ولكن خرج العداله على الخمسه تاع العشيه تدير قرار ببطلان الاضراب. هما على واش قال باللي ما التزمتوش بالاجراءات، في حين ان كل الاجراءات القانونيه كانت موجوده، ولذلك احنا اليوم وداروا طعن وداروا طعن ومازال حتى في العداله. اذا اليوم انا ما نقولش للاضراب للنقابيين حبس الاضراب، انا طلبت باش تفتح حقيقه باب التفاوض من الحكومة ومن النقابات باش يلقاو مخرج باش يحلوا المشاكل نتاع هذه الفئة. ها هو المطلب نتاع سجلون سجلون. نعم احنا ما رحناش للسياج تاع الكنابيس وني جامي علي يعني في هذا جامي مقبل مقبل في البداية تاع لا احنا عند حزب العمال. انا حضرت حتى انا حضرت سجودي حاجة مليحة. اسمح لي، لا 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 انا في هذه انا يعني باش نقول لك يعني احنا بطبيعة الحال يعني تسمع نوقف كحزب عمال مع المطالب العمالية. انا حضرت المؤتمر حتى تاع كنابيس اللي ما عندوش بزاف، واجتمعنا مع النقابات المستقله حتى عرضناهم حتى في الندوه الدوليه ضد الحرب الاستغلال، يعني عندنا علاقات مع النقابيين. ولكن انا فيما يخص الحقوق تاع النقابيين وفيما يخص تاع فئه من فئات المجتمع، احنا من حقهم هما كنقابيين وما ندخلش احنا في العمل تاعهم. والله الا طلبوا منا الوساطه مرحبا. احنا لما رحنا شفنا الاطباء نهار كامل وهما امام المجلس الشعبي الوطني، النواب نتاعنا راحوا يحميوهم يعني باش ما يكونوش هناك انزلاقات من جهه ومن جهه اخرى. والله غير تسمح لي تفضل. وزيد لما اتوسطنا باش يستقبلهم رئيس المجلس، قلت لك نحييه من هذا المنبر انه قام بهذا الشيء. هذا دور تاع نائب، دور تاع نائب. واليوم وين وصلنا هذا السؤال تحديدا، لانه بقى لنا خمس دقائق من وقت البرنامج، لماذا تم التراجع عن الوساطه بعد تم اطلاقها في وقت قصير جدا؟ يا سي اسمع، ديجا انا نطرح سؤال، وعلاش هذا الاطباء كي جاو صبوا غير حزب العمال تما؟ لا لا كاين 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 حركه مجتمع السلم ايضا. لا 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 صابوا حزب العمال، لان احنا اللي رحنا لهم لقيناهم في رحنا لهم ما علينا صح مليح مليح رحنا لهم يا سي الخضاري، ماشي صابوا حزب العمال كنا موجودين عندنا وقت برلماني. انا ما هبطش جالي دقيقه ما معليش ولكن كنت مليح مليح انا قلت لك انا نقول لك نزيد نقول لك بلي فوركس، انتم عندكم علاقه مليحه مع الكنابيس، علاقه مع النقابيين لاباس الحمد لله، حاجه حاجه مليحه. علاش ما تستغلوش العلاقات هذه ويوليو يخدموا ونكملوا المسيره تاعنا ونحلوا المشاكل هذه بطريقه كامله؟ بالنسبه للوسائط بالنسبه اسمح لي شوف هذا سؤالي لم 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 تجبني عن سؤالي. شوف شوف سي حمزه اسمح لي برك نعطيك نعطيك تعقيب في شكل سؤال. لماذا اليوم جبهه التحرير الوطني فقط في موقع ردة الفعل فقط تعيب على كل من يبادر بمبادرة أنها ترفض من عنده؟ رفضتم مقترح العهدة الخامسة، رفضتم مقترح المجلس التأسيسي، أصدرتم فقط بيان. أين وجب التحرير الوطني مما يحدث في الجبهة الاجتماعية؟ جبهة التحرير الوطني خاطيها الشعبوية فقط، اتهمتم جبهة تروح وطني خاطيها الشعبوية. نعم جبهة التحرير الوطني حزب تاع مواقف، حزب تاع التدرج، حزب تاع كل حاجه في وقتها. يعني حزب العمال حزب شعبوي؟ لا 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 معارضه لا احزاب لا شعبويه؟ لا 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 أنا كتب لا لا نعم لازم توضح لازم توضح يا اخي. حنايا قلت لك حنا نعاودوها من قلت شوف نروحوا لها نقطه بنقطه ونلحقوا الوساطه. انا راني نقول لك الاخوه الاطباء والاخوه الاساتذه هذو انا قريت المطالب تاعهم، مطالب مش راهم مقبوله. قلت لك ميتنون لا كونكريتيزاسيون تاعها، كاين امور ممكن نرقليوها الان ممكن امور نرقليوها، ولكن الامر هنا النقطه اللي ناكد عليها انا نقولهم لخوتي احنا رانا معاكم ونساندوكم ولا احتجتوا ولا مستعدين اسيدي نعاونكم على كل المستويات، ولكن بشرط هناك قرار تاع العداله
لابد من احترامه. اسمح لي في هذه النقطة لأنه لم يبقى لي وقت كثير من البرنامج. حزب العمال اسمح لي اسمح لي لا لا اسمح لي تجاوزنا. حزب العمال اقترح مبادرة. هناك مواقف اليوم حزب العمال اليوم جبهة التحرير الوطني، ما هو موقفكم من الراهن القادم؟ رانا 2019 راهي غدوة بالمفهوم السياسي. اليوم أنتم كيف ترون أنه مجلس تأسيسي نواصلوا في هذا الإطار؟ إلى أين تتجه الجزائر بحسبك بالجبهة؟ نعم 2018 هذه سنة الانتخابات الرئاسية بامتياز. نعم هذا كل غنى كل واحد يغني بغنى سبحان الله، كل واحد الأهداف تاعه. جبهة التحرير الوطني شوف الانتخابات الرئاسية مازالها حوالي سنة، المؤسسات راهي تمشي، المشاكل رانا كل حاجة في وقتها، كل حاجة كيف في وقتها. حنا ما سبقوش الأشياء هذه ونبداو قال منو. بالنسبة للوسطة شوف الإخوة جاو البرلمان، خويا الإخوة في حزب العمال داروا مبادرة ولا اتصلوا بالأخبار رئيس مجلس الشعب استقبلوا، ماشي خسارة ما فيها والو استقبلوا، ولكن رئيس مجلس الشعب الوطني موش من صلاحيته يحل المشاكل الاجتماعية، المهمة تاعو هي التشريع. نعم في هذا الإطار سجل الملف راه بين يد الإكزيكيوتيف رئيس الحكومة ووزارة التربية اللي نحياها من مكانها. يعني زلة وتم التراجع عنها ومراجعتها. نعم لا لا استقبال عادي وعادي جدا، وأخو سعد بوحد جاء استقبلهم، ولكن حل المشاكل والنقاش والتطرق نعم. لكل هالمشاكل من صلاحية الإكزيكيوتيف نعم. رئيس الحكومة ووزير التربية اللي نقولها لك أنا سحب. نعم شوف وزير التربية لم يبقى لي كثير من الوقت حتى نعم من نهار عينوها في الوزارة الناس راهي تهاجم فيها من نهار مقبل. نعم انتم مساندون للسيده نوريه بن غبري. نعم الاتهامات اللي داروا لها اذا الامر هذا الاوستراليامات هذو عنده علاقه مع المواقف اللي كانت ضد الوزيره هذه اللي نقول لها انايا اخدمي ربي يعاونك ان شاء الله. نعم فيما يتعلق بالقادم المشهد القادم هناك الكثير ممن يقول بغض النظر عن هويه الرئيس القادم سيكون الوضع صعب جدا. كيف يتصور حزب العمال المرحلة القادمة يعني في حال ما إذا تم رفضها مثلا من طرف رئيس الجمهورية المبادرة؟ شوف أولا احنا باش نلحقوا للرئاسيات أو باش لابد أننا نحافظوا على تكامل نتاع البلاد الجزائر. نعم. يعني ضد كل فوضى، ضد كل مساس. نعم. يعني بالانسجام الاجتماعي، لأن الهدف نتاعنا كيفاش نحافظوا على بلادنا متماسكة. ما لازمش الانتخابات الرئاسية يتكسر بلادنا. حزب العمال لما تقدم بهذه المبادرة الشعب الجزائري فعلا ربما قال ترفض. وعلى واش ترفض؟ احنا قلنا هذا مجلس تأسيسي واش يدور؟ إخراج البلاد من الانكماش الاقتصادي، إقرار السلم المتحرك الأجور، يعني إنقاذ المستشفيات والجامعات من التحطم، إنقاذ الشباب اللي تدفعهم الحرقة والمأساة، سحب المشروعين تاع القانون الصحة والقانون العمل اللي راهم ضق في البرلمان، تحرير العدالة من أجل وضع حد لافتراس الأموال والممتلكات العمومية لمحاربة الفساد فعليا، رفع كل القيود على الحريات، تحرير الإعلام من كل أشكال التحرش. نعم. هي يعني تسمى اقتراحات وش اللي تزيد تقوي يعني لكن نقول الحمايه والمناعه نتاع البلاد. هذا هو. نعم. لكن هذه المطالب هل ترقى ان نطالبوا بمجلس تاسيسي؟ نعم هي اللي تقدر تدير مجلس، لان التجربه اليوم يمكن يعني رئيس الجمهوريه ان يتخذ اجراءات تعزز هذه المطالب. اسمح لي اسمح لي اليوم رئيس الجمهور اليوم مثلا المجلس الشعبي الوطني اليوم ولو رئيس المجلس الشعبي استقبل يعني وفد قامت القائمة، ولكن كان علينا أنه طلب منهم يوم الخميس يجيبوا يعني رسالة، وماهوش هو اللي راح يحل المشاكل ولكن راح يدعم راح يفتح يعني كما نقول احنا مخرج لهذه الأزمة. لأننا اليوم الأطباء وش يقولوا؟ يقولوا هذه اللجنة الوزارية ما تقدمتش خلاص وما يعني ما كانتش عندها. في آخر سؤال أنه داهمني الوقت من فضلك، هل تعتقد أنه حدود المجلس التأسيسي وفيرة انها يجسد مطلب مثل هذه المبادره؟ هو المخرج نعم. هو يعني بعد التحليل نتاعنا وبعد دراسنا الوضع السياسي الاقتصادي والاجتماعي هو المخرج الوحيد باش نخرجوا بلادنا من الازمه وباش نخرجوا بلادنا من هذه الحاله، وكذلك تكون هناك الاستجابه الفعليه لكل تطلبات الفئات المجتمع الجزائري. نعم محل مؤسسة الرئاسة والجيش مثلا في هذا لا لا لا, نعم. لا احنا ما الرئاسة هي مباشرة ان الرسالة موجهة للسيد رئيس الجمهورية باش هو اللي يستدعي المجلس التأسيسي، اما الجيش ليس الجيش هناك اي طرف. نعم تفضل. لا الجيش الجيش ما يعني ما احنا الجيش يدير الدور تاعو يعني كجيش، اما هذا العمل السياسي اللي تقوم به الرئاسة ويقوم به المؤسسات نتاع الدولة بما فيه احنا كنواب وكحزب سياسي نتقدم بهذه الاقتراحات للسيد رئيس
رئيس الجمهورية. في آخر تعقيب في آخر تعقيب ماذا يكون موقف جبهة التحرير في حال ما إذا تم قبول هذا المبادرة موضوع حزب الأمل؟ نعم، أسست قائمة والإصلاحات مستمرة خاصة فيما يخص الجانب الاقتصادي والانتخابات الرئاسية. نقولهم الإخوة مازالها بعيدة شوية، تحين وقتها كل واحد يجيب الفارس تاعه ويدخلوا الميدان وليتنافس المتنافسون. نعم، إلى هنا وقت البرنامج انتهى. سي جلول جودي رئيس كتلة حزب العمال بالبرلمان، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. سي سعيد الأخضري رئيس كتلة جبهة التحرير الوطني أيضا، شكرا جزيلا. لم يبقى لي إلا أن أشكركم أنتم أيضا مشاهدين على كرمي وطيب الإصغاء والمتابعة. إلى عدد جديد استودعكم الله، السلام عليكم.